InstaPay. تقدر تربط كل حساباتك البنكيه لو عايز تضيف حساب جديد هتعمل التالي اختار اداره الحسابات اختار اضف حساب جديد هتختار البنك اللي فيه حسابك وما تنساش لازم يكون رقم تليفونك اللي بتستخدمه متسجل في البنك دخل رقم البطاقه الالكترونيه المكون من 16 رقم والرقم السري كل حساباتك في البنك هتظهر اختار الحساب اللي عايز تضيفه للتطبيق اختار عنوان دفع اي بي للحساب عشان تستخدمه لما حد يحب يحول لك بدل ما تستخدم رقم الحساب هيجيلك او بي على رقم تليفونك دخل الـ OTP في إنستا باي عشان تعمل رقم سري IPN PIN مكون من ست أرقام وكده هتكون ضفت حساب جديد لإنستا باي وتقدر تضيف حسابات زي ما انت عايز في أي وقت إنستا باي أسرع سريع